يعني لا قدر الله مثلا اتعادلنا خسرنا، انت وصلت للهدف الاساسي اللي هو الصعود، لكن هيتحقق لك حاجات مهمه قوي تناسب المرحله. كابتن سيد انت ما بتجيبش، انت ما بتجيبش جوان، نعرف امكانيات اللعيبه، ما بنجيبش جوان او اي حاجه او بيبقى موجود في الملعب الا بالزياده العدديه جوه ال 18. انا كنا موجود امبارح، انت في الشوط الاول امبارح. انا ببتدي ببطء وببتدي هكسب في اي وقت وببتدي النهارده اختلاف في الاجناب شكلها، النهارده محمد هاني بكره احمد فتحي، الحاجات القوام الاساسي علامه استفهام الكبيره قوي بتاعت مؤمن زكريا. انا زي ما اكون حاسس ان هو ده اللي عندي، عمره مؤمن ما كان كده، يعني ده كان سارق الفرح في كل ماتش وبيجيب لي جون واثنين، ومن مميزاته ومن لذاته ان هو بيحب الحكايه دي. ففي علامات استفهام، لازم نقعد مع الراجل ده ونشوف الدنيا فيها ايه، عمل تغييرات عمل حاجات، انما لازم يا كابتن نلعب باثنين في ال 18. ما ينفعش النادي الاهلي دلوقتي، شفت اللي حصل فيا في الاسماعيلي، شفت عندي تجارب في الدوري حصل فيا مشكله لما تعوضت ونزل محمد شريف، وبقى محمد شريف جاب الجون ازاي؟ واقف زياده عدديه ومروان محسن فين؟ الناحيه الثانيه ناحيه الشمال، وسليف كوليبالي فين؟ جنب مروان محسن اللي هو الراجل، والجول بتاعنا هو اللي بيعمل الثرو باس، واثنين ثلاثه والراجل بيعمل دبل كيك، ما هي لازم الدوشه دي، ما انت عارف الزحمه وكل دي لازم هتولد اي حاجه. زي امبارح برضو واحد بيحط الكره بشمال من فوق العارضه والتاني من غير او ده عدم التوفيق، بس لازم يبقى لنا الانياب دي جوه الملعب، لازم الناس تخاف، دي فرقه جايه تتصور معاك زي مولانا بالظبط الجابوني، هي دي تختلف عن مولانا الجابوني، بل مولانا الجابوني اقوى منها. وبعدين انا بكلمك جدول، عندهم انياب كانوا اكتر بينا، بيعرفوا ياخدوا كوره من نص الملعب يروحوا على الفراوده وعايزين يلعبوا كوره وفاتحين الجيم وعندهم سرعات الفرقه دي ما عندهاش غير لعيب واحد عايز يرقص ويعمل على النادي الاهلي وشكله. طيب برضو انا بقول لك بتفكير